شكرا على هذه الاسئله. اولا فيما يخص زلزال الحوس، ممكن نعطيكم بعض الارقام. هناك تقريبا 1050 مؤسسة تعليمية اللي هي كانت زعما كاين تقاصت متضررة، تقريبا 61 اللي هي منهارة، والباقي في الحقيقة فيه شقوق اللي هي اللي تجعل بعض المؤسسات غير قابلة للاستعمال بصفة كاملة، البعض منها يمكن يستعمل جزئيا والبعض منه يمكن يستعمل. وهناك واحد العدد ديال الفرق اللي خرجت الى الميدان بمختصين في البناء باش يتم افتحاص هذا سميتو باش نحافظوا على السلامه ديال التلاميذ. عدد التلاميذ اللي هما معنيين تقريبا 60,000. غير باش يكون عندنا واحد الصوره، في هاد المناطق اللي هي كنا نعتبروها من كوبا تقريبا كاين 650,000 ديال التلاميذ اللي هما في المدرسه العموميه. و من طبيعه الحال اكثريه ديال المؤسسات استأنفت مباشره للدراسه داخل هاد اللي هي ما كانتش معنيه باثار الزلزال. تبقى تقريبا 61,000 اللي هي من التلاميذ اللي هي كانت معنيه مباشره. في هاد 60,000 حاولنا اولا نشوفوا كيفاش باش ما هاد التلاميذ ما تضيع لهمش سنه، وباش يستأنفوا الدراسه ديالهم في اقرب احسن الظروف واقرب وقت. احنا اعتبرنا بان هناك تلاميذ اللي هما في الاعدادي وفي الثانوي تقريبا العدد ديالهم 9,000. حاولنا كل ما يمكن لان المؤسسات ديالهم ما كانتش صالحه باش يمكن يستمروا في الدراسه يستأنفوا الدراسه فيها، حاولنا كل ما يمكن نحولهم المؤسسات اللي هي قريبه لهم. وبعض الاحيان احتاجينا باش يكون الايواء ديالهم في داخليات، والوزاره خلقت مناح خاصه لهاد التلاميذ باش يتم يمكن لهم يكون الايواء ديالهم في هاد الداخليات. من طبيعه الحال تم تكلموا على تقريبا 9,000 ديال التلاميذ ديال الاعدادي والثانوي اللي تم التحويل ديالهم ب هذا ب الموافقه مكتوبه ديال الاسر وديال الاباء، وانتم عارفين الظروف حتى النفسيه ديال هاد التلاميذ، ولهذا كان من الضروري ايضا تكون واحد المواكبه نفسيه لهاد التلاميذ، وايضا مراجعه الظروف ديال الاستقبال. هاد العمليه تمت في واحد الظروف اللي هي زعما كاين قصيره ديال الوقت. هناك بعض الاحيان ما كنت تمت العمليه في ظروف اللي هي حسنه، بعض الاحيان كان فيه نقص في زعما كاين ظروف الاستقبال، وهذا اللي صححنا البعض منه. كل ما تنتوصلوا بمعلومات بان المجهودات غير كافيه تيتم تصحيح، خاصه وهاد التلاميذ اللي هما جايين راه ضرروا من الزلزال، وخص ظروف الاستقبال تكون ظروف اللي هي ملائمه للظروف. هذا فيما يخص التلاميذ ديالهما الثانوي والاعدادي ولا التاهيلي. هناك وفي الاقاليم لا ديال الحوز ولا ديال تارودانت ولا ديال الشيشاوه، ولا بعض منهم في فوكزازات بعض منهم في ازيلال. فيما يخص التلاميذ ديال الابتدائي كاين تقريبا 51,000 اللي حاولنا كل ما يمكن نوفروا ظروف الاستقبال ديالهم محليا، لان التلاميذ اللي هما صعيب باش يتم التحويل ديالهم محليا. هاد ظروف الاستقبال احنا بدينا بواحد، لان بغينا نستأنفوا الدراسه في اقرب وقت، بدينا بالوسائل اللي هي كانت متوفره
خيام، بعض الأحيان خيام اللي ساعدت باش استئناف الدراسة، ولكن الآن حنا تنشتغلوا باش نعاودوا داك الخيام إما بدي موديول اللي هما اللي يمكن يكونوا صالحين لاستقبال هاد التلاميذ خلال هاد الفترة اللي هي جاية ديال اللي غتكون فترة ديال البرد وديال ديال الشتاء. وبعض المناطق اللي ممكنش يوصلوا هاد لي موديول لأن مسالك أو بعض الأحيان حتى المسالك ما كايناش، بعض المناطق حنا تنحاولوا نوفروا خيام اللي هي متلائمة مع هاد الظروف. من طبيعة الحال مواكبة نفسية، من طبيعة الحال حتى الجانب البيداغوجي تنشتغلوا عليه باش تتم مراجعة ديال الجانب البيداغوجي ومراجعة أيضا ديال المواكبة بالأنشطة الموازية، فيها ألعاب، فيها رياضة، فيها احنا واعيين بأن إعادة البناء وهذا البرنامج الحكومي، هذه الوكالة اللي هي عاد تخلقات اليوم غتساعدنا باش هاد إعادة البناء ديال هاد المؤسسات يمكن له يتم في بعض الشهور. احنا الهدف ديالنا هو قبل الموسم الدراسي المقبل نكونوا هاد العملية ديال إعادة البناء تكون انتهت. وهذا ما تعنيش غنعينو حتى الاوت باش ولا حتى الجوي باش احنا في الطريق، زعما كاين كل البناءات اللي وجدت غادي يتم تحويل التلاميذ باش يرجعوا المدارس اللي هي مدارس مبنيه حسب الخصوصيات ديال المنطقه واللي هي مواصفات ايضا ضد الزلازل، تنحاولوا كل ما يمكن باش يكون المواصفات ديال هذه اعاده البناء تكون الظروف احسن من الظروف اللي كانت من قبل. اذا هادو بعض العمليات اللي هي الان جاريه ومازال التعبئه شامله باش نوفروا هاد الظروف على الامد القصير، تحسين ظروف الاستقبال، وعلى الامد بعد شهور اعاده البناء. هناك برنامج ثالث اللي هو برنامج ديال التنميه ديال المنطقه واللي حتى هو بدينا نشتغلوا عليه بتعليمات من تطبيقا في الحق التعليمات ديال جلاله الملك الله ينصرو، واللي هذا ايضا خصنا تنهيئوا له الان البرمجه ونهيئوا له الظروف باش يمكن تنطلق هاد العمليه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.